السلام عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين وعلى أمك الزهراء البتول سيدة نساء العالمين. يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراتبة، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على غريب الغرباء، السلام على سيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. طاووس اليماني يقول: إن الحسين عليه السلام إذا جلس في المكان المظلم يهتدي إليه الناس ببياض جبهته ونحره، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان كثيرا ما يقبل الحسين في نحره وجبهته، وكأنه يريد أن يقول للأمة أن هذين المكانين سيتعرضان إلى ما سيتعرضان له. يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سأل المخالف حين أنهكه العجب: هل للحسين مع الروافض من نسب؟ لا ينقضي ذكر الحسين بثغرهم، وعلى امتداد الدهر يوقد كاللهب، وكأن لا أكل الزمان على دم كدم الحسين
كربلاء ولا شرف. فأجبته: ما للحسين وما لكم يا رائدين دوات آلية الطرب، إن لم يكن بين الحسين وبيننا نسب فيكفينا الرثاء له نسب. والحر لا ينسى الجميل ورده، ولئن نسى فلقد أساء إلى الأدب. يا لائمي، حب الحسين أجننا، يا لائمي حب الحسين أجننا، واجتاح أودية الضمائر واشرأب. ولقد تشرب في النخاع ولم يزل سريانه حتى تسلط في الركب. أما البكاء فذاك مصدر عزنا، لا يعني البكاء على الحسين، على الحسين مجرد بكاء، ولكنه رسالة ضد الظلم. أما البكاء فذاك مصدر عزنا وبه نواسيهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وبه نواسيهم ليوم المنقلب. نبكي على الرأس المرتل آية، والرمح منبره، أيوا حسينا فذاك هو العجب. نبكي على الثغر المكسر سنه، نبكي على الجسد السليم المنتهب، نبكي على خدر الفواطم حسرة، وعلى الشبيبة قطعوا إربا إربا. آه لو شفت جسم حسين، لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح، وذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوح، ولو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النوح، ما خلت لنا كربلاء شيخ ولا شاب. أمير المؤمنين عليه السلام حينما رجع من صفين مر على كربلاء، فنزل وأخذ قبضة من ترابها فشمها، وقال: طوبى لك من تربة عليك تراق دم الأحب، مناخ ركاب ومصارع شهداء، فتية كنجوم السماء، لم يسبقهم بالفضل من كان قبلهم، ولم يلحقهم بالفضل من كان بعدهم. كيف لا وقد صارت كربلاء مرقدا لجسد سيد شباب أهل الجنة، ولأولئك الفتية الذين هم كالنجوم.
أنصار الله وأنصار رسول الله وأمير المؤمنين. آه والله حوت شبان وبدور أهلة، زوارهم تعنى لهم من كل محلة. لا وين يا زوار قالوا الغاضري، كربلا يا كربلا كم من بدر برضك تكوار، وكم هاشم يا كربلا بتربك تعفر، ويا كربلا وكم من يتيم بحبل تنجار، وتروعت ليتام برض الغاضري. يا كربلا كم خيمة فيك احرقوها، كم محصنة بسياط العدا لوعوها. يا كربلا وكم من يتيم روعوها، يا كم جثة داست عليها الأعوجية. بينما الحسين عليه السلام يسير، إذ وقف جواده عن المسير، بعثه لم ينبعث، زجره لم ينزجر، نزل عنه وركب جوادا غيره. يقول المؤرخون حتى بدل 17 فرسا، فلم تخط خطوة فالتفت إلى أصحابه قائلا: هل فيكم من يعرف هذه الأرض؟ أجابوه: تسمى الغاضريات. ألها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى نينوى. ألها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. فتنفس حسين الإباء الصعداء وقال: اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء. ثم التفت إلى أصحابي: انزلوا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تسفك دماؤنا، ها هنا تحرق خيامنا. ولما سمعت زينب باسم كربلاء ولسان الركب سائر تحدو به المنايا، حالها عين المنية صدي عن دولتي ورجالي. واويلا عين المني يا صدي عن دولتي ورجالي، صدي عسى ممنوعا عن دولتي ورجالي. قالت: أنا وياكم مثل الجمل والحادي، كل ما صعدت تألى، كل ما هبط وادي. نادتها زينب: سكتي
مني ما ريت تفادي صدي عسى ممنوعا يا عن دولتي ورجالي يا عيني المنية جاوبت بنت الشرف والعفة يا ما علم لفتها ما شباب معريس إلى القبور بازف نادتها زينة صدي عن دولتي ورجالي بنت الزهراء يا زينب المحجوب بعد الخدير في كربلاء بين العدا مسلوب وبنار الجزيل خيمة كوم محروقه منهوب وانت أسيرة وتنظري بالروم حراس الوالي أنا لا والد لي بقي أدعو